مساء الخير، أنا عصام وهون معكم بأول حلقة. طبعاً في كتير أسئلة وشكوك حول اللي بيعمله مدرب الحياة وشو هو دوره الأساسي وشو بيفرق عن غيره من أطباء النفس وعلماء الطاقة بدون أي مقارنة أو تقليل من دور أي حدا. مدرب الحياة هو شخص عادي جداً مرق بمشاكل وتحديات مثله مثلك ومثلك بالضبط، بس طريقته للنظر لهي التحديات مختلفة جدا عن نظرة أي شخص، وهي من أهم مميزات المدرب. طب أنا كشخص كيف ممكن استفيد من مدرب الحياة؟ كيف ممكن يضيف أي فاليو أو قيمة لحياتي أو يساعدني أتخطى أي تحدي؟ مدرب الحياة إذا عرضت عليه أي مشكلة آخر همه بيكون حل المشكلة نفسها، وتركيزه الأساسي بيكون على شخصك، كيف ممكن تطور من نفسك لتكون شخص جاهز يتعامل مع أي مشكلة أو أي ظرف، لأنه بنظره أنت كإنسان طاقتك وخبرتك بالحياة كإنسان كافي لحل أي مشكلة، لأنه المدرب بيشوفك بنظرة العقل ما بيشوفك بنظرة العين، دائما بيتعامل مع الشخص مش بالمظهر الخارجي وإنما بيشوفك بعين العقل، لأنه مثل ما أنا تعلمت look at the man the way he is he only becomes worse but if you look at him as if he were what he could be then he becomes what he should be. يعني أي حدا اليوم بتتعامل معه أنت لازم تشوفه أنه هو حدا أحسن من هيك لحتى يبدأ يتحسن، وأهم حدا لازم تنظر له بهاي الطريقة هو أنت، هو نفسك. صفحتي هاي والحلقات اللي رح نعملها هدفها الوحيد أنك أنت تعيش يوم أحلى وأنك تستغل يومك بأحسن طريقة لحتى تعمل منه يوم حلو بالرغم من أي ظرف ممكن أنت تمر فيه، وأنه أنا وأنت نتساعد لننشط ونحفز إمكانياتك كإنسان قادر مو بس على حل المشاكل وإنما تكون مصدر إلهام وطاقة إيجابية للناس اللي حواليك. تفاصيل أكثر بالفيديوهات اللي جاي. سعيد.